من تونس ينضم إلينا مراسل الغد ياسر دبابش. ياسر، يعني كيف هي ردود أفعال الطبقة السياسية على عزم حركة النهضة احتكار رئاسة البرلمان وأيضا الحكومة؟ نعم صفاء، بالفعل سرعان ما أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في مؤتمر صحفي بأن الحركة متمسكة بتعيين الشخصية التي ستقود الحكومة التونسية المرتقبة، وكذلك أعلن المتحدث بأن الحركة سترشح راشد الغنوشي زعيمها لرئاسة البرلمان. ردود الفعل يبدو بأنها كانت استباقية كذلك، سيما ونحن نتحدث عن رفض أحزاب قلب تونس وتحيا تونس والدستور الحر وحركة الشعب المشاركة في أي حكومة بقيادة حركة النهضة، وهذا ربما ما يصعب الإعلان عن تشكيلة وولادة الحكومة الجديدة المرتقبة. بالفعل هناك وفق متابعين تحديات بالجملة أمام الحكومة المنتظر الإعلان عن ولادتها، تحديات اجتماعية، تحديات اقتصادية، وكذلك الحال الأوضاع الأمنية. حركة النهضة لا يبدو بأن هناك توجها أيضا بعد أن أتم مجلس الشورى الاجتماع، توجه إذا ما كانت ستلجأ إلى يعني حكومة إنقاذ وطني أو حكومة تكنوقراط. يعني هناك شروط من الحركة وضعت بأنها هي من تصدرت هذه نتائج الانتخابات البرلمانية، وبالتالي هي متمسكة بأن ترشح شخصية من قياداتها لترأس هذه الحكومة. في المقابل الأحزاب التي ذكرتها ترفض جملة وتفصيلة أن تشارك في حكومة بقيادة حركة النهضة، هذا من شأنه أن يؤخر أو يعمل على تأخير ولادة الحكومة المرتقبة. يوم الأربعاء المقبل هناك الجلسة الافتتاحية للبرلمان. نعم صفاء، شكرا جزيلا لك ياسر دبابش مراسلنا من تونس.